والنور يهدي الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم اسمي محمد أتلاري جنanda. أنا من باتام. أنا أدرس في أونسما مالان في كلية الدين الإسلامي تخصص في أحوال الشخصية. أنا الآن في مسجد الأمين باتام. هنا سوف أشرح عن بعض المباني في المسجد الأمين باتام. تأسس هذا المسجد من قبل هاجة سيتي أنيار وهاجة شمشيمار هنري مينيت كوسناواتي في زمان من سبتمبر 2008. أولا سأشرح من بداية مدخل المسجد بعد الدخول. يوجد أمامه منبر يستخدم عادة في الخطبة في صلاة الجمعة وعادة ما تستخدم في المحاضرة. وقد أستخدم هذا المسجد أيضا مكيفة الهواء والسجادة أيضا مما يجعل الجماعة يشعر بالراحة أثناء أداء العبادة حتى تتمكن من العبادة بالصدق. يوجد داخل هذا المسجد أيضا غرفة كبيرة إلى هدمة بحيث يمكن أن تستوعب العديد من المصلين الذين سيؤدون العبادة. يوجد في هذا المسجد أيضا صندوق إنفاق وهو موجود في كل ركن من أركان المسجد مما يسهل على البشر الذين يريدون إعطاء الصدقات. فهنا يوجد مكان للوضوء وهو كثير جدا وقناة مائية، لذلك لا داعي للوقوف في طابور طويل إذا كنت تريد الوضوء. وهناك أيضا مغسلة لغسل يديك. يحتوي هذا المسجد أيضا على درجات نارية وموقف سيارة واسع جدا بحيث يمكن أن يستوعب العديد من المركبات البشرية. إلى جانب أن هذا الموقف يستخدم عادة أيضا في صلاة العيد الفطر وصلاة العيد الأضحى في الأعياد الإسلامية. Haza kulihi mini syahku anil masjid alamin batam. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahum tawafika wa